أول رد رسمي من الأهلي بعد تصريحات علي معلول في برنامج رامز مجنون رسمي. علق النادي الأهلي على تصريحات علي معلول نجم الفريق ومنتخب تونس خلال لقائه في برنامج رامز مجنون رسمي. ونشر الأهلي عبر صفحة رسمية فيسبوك: معلول في كل قلب أهلاوي. وظهر النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي اليوم السبت في برنامج المقالب رامز مجنون رسمي مع الفنان رامز جلال. وعند تعرضه للمقلب هدد رامز جلال معلول بأن يحضر له صابان، فخاف معلول بشكل كبير وتلوه بإبعاده. ليرد رامز أنه يمكن أن يمضي معلول للنادي الزمالك بهذه الطريقة، لكن معلول رد عليه قائلا: لا، هات الصابان أهون. وقاد معلول فريق الأهلي للتأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد إكساؤه نادي سان داونز الجنوب إفريقي في دور ربع النهائي. يذكر أن الدوري المصري تم إيقافه لمنتصف شهر مايو بسبب تفشي فيروس كورونا. ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لنجم النادي الأهلي علي معلول وعلقوا عليها قائلين: أحضروا له الصعبان حالا. في رسالة منهم أن لاعب الأهلي لا يهاب شيئا عند ذكر الكيان الأحمر. وعلقت جماهير النادي الأهلي كالتالي: أصلا هو واخد قلبنا من زمان كده كده، عظمة على عظمة، المخلص، أفريقيا السنة دي علولو، في القلب أقسم بالله.